أبدأ هذه الخطبة أيها الإخوة والأخوات، يا أبناء هذا المسجد، يا أبناء هذه الجالية الطيبة المباركة، بتوجيه الشكر لكم حقيقة والدعاء إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يبارك لكم في دينكم، في دنياكم، في ذرياتكم، في أموالكم، وأن يدفع عنكم من البلاء ما هو به عليم. وقوفكم حقيقة وقوف ما له مثيل، مشرف أن تصل التبرعات إلى 700,000 دولار. تكبير تكبير تكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم منظمة الرحمة بلا حدود وأهلنا المنكوبين، نتقدم بالشكر الجزيل للجالية الإسلامية في مسجد الجامع في شيكاغو. هذه القافلة تتضمن سلات غذائية ووجبات طعام ومياه للشرب، بالإضافة إلى مواد للتدفئة وإسفنجات وبطانيات. ستنطلق هذه القافلة إلى مدينة جنديرس إن شاء الله. فجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I have every right to be proud of serving this community, this generous community. It is a community that people are following their role model, honestly. We were able to raise $700,000 من فضل الله عز وجل. And what left in our account from this $700,000? Zero. We send it all. And alhamdulillah, you have done a great job. May Allah accept from you. May Allah put baraka in your wealth, your health, your kids, your businesses. إنه ولي ذلك والقادر عليه.